بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. الفيديو ده هو الفيديو رقم 2 من فيديوهات حل كتاب المعاصر. الكتاب ده هو الخاص بالفاينل ريفيجن. إن شاء الله رب العالمين زي ما احنا شغالين كده، هو تقريبا نوعا ما في مشاهدات للكتاب، وبناء عليه عايز أبشركم يعني إن في بوكلت بينزل مع كتاب المعاصر اللي هو بيكون فيه امتحانات، اللي هو ده إعلانه طبعا. أكيد أنت الكتاب معاك في الأول كده، عامل لك إعلان بوكلت اسمه ذا إكزام. مدام ان شاء الله يعني في متابعه للفيديوهات وفي ناس شغاله كده وبتفاعل، فاوعدكم ان احنا نحل بوكلت الامتحانات كمان هنا. وزي ما انت شفت الفيديو اللي فات، لو انت ما سمعتوش هتلاقيه تحت في الوصف. وبرده حابب اقول لك عشان ما انساش، هتلاقي تحت في الوصف الوحده الاولى والثانيه الفوكابلري اللي احنا حليناهم في الفيديو ده والفيديو اللي فات. الورق اللي انا بكتبه على السبوره الالكترونيه ده هتلاقيه موجود تحت في الوصف، ملف PDF عشان لو حابب تكتب اي ملحوظه. هحاول كمان اكتب كل الملحوظات اللي انا بقولها عشان ما اكونش شفوي بس. اهم حاجه عندي تكتب كومنت على الفيديو، تعمل لايك للفيديو. لو انت مش مشترك في القناه معلش شرفنا باشتراكك علشان القناه تنتشر، ومعلش مش هتخسر برده لو انت عرفت زمايلك على القناه. وتعالوا بقى نبطل الكلام ده كده ونبدا في الجزء العملي، ونبدا نحل باقي الكلمات الخاصه بالوحده الاولى والثانيه. طبعا احنا خلصنا الاولى، النهارده نحل الثانيه، وبعدها مباشره نبدا في الجرامر. ما تنساش متابعتك ليا شيء ضروري واساسي. نلتقي ان شاء الله مع بعض في الكتاب. يلا بينا يا بطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزئية دي هنحل فيها vocabulary الوحدة الثانية. ده كتاب المعاصر Final Revision، ولو أنت أول مرة تسمعني هتلاقي في تحت في الوصف رقم 1 تفاصيل المحتوى الخاص. احنا شغالين في المحتوى الخاص في كتاب My New Friend، كتاب عظيم جدا وجامد جدا. هتلاقي كمان في الوصف تحت يا حبيبي الغالي ملف PDF بالملاحظات اللي انا بكتبها دلوقتي قدامك على السبوره دي، الوحده الجزء اللي فات والجزء ده. وهتلاقي كمان فيديو حل الجزء الاولاني من الكتاب من اول صفحه لحد ما انت شايف قدامك دلوقتي. هتلاقي الحاجات دي كلها كده في الوصف، واشياء اخرى القي نظر عليها في كام بلاي ليست كده انا مرشحهم لك تسمعهم. وتعالى نبدا في اول سؤال معانا، بيقول لي there is no not of cancer but the symptoms. symptoms يا مستر معناها ايه؟ معناها اعراض، اعراض المرض يعني، الاعراض بتاعت المرض. can be managed، can be managed يعني يمكن ان يسيطر عليها او يتحكم فيها. على فكره بدل managed كان ممكن نستخدم هنا can be controlled، والالم ده مش باين فهنجيب الالم الاحمر. طيب cure دي معناها علاج ومعناها يعالج، يعني verb وناون يا حاج. طيب treat دي verb بس بمعنى يعالج او يعامل. طب heal معناها يلتئم، way معناها الطريقه. وهنا عايزين نرجع سريعا كده على السبوره الجامده دي ونقول كلمتين. عايز تعرف ان كلمه heal دي معناها يلتئم. يعني ايه يلتئم يا عم؟ يعني الجرح يخف. على سبيل المثال the cut الجرح in my head الجرح الذي في رأسي began to not. يا ترى هنا هنقول cure ولا هنقول treat ولا هنقول heal؟ انت بتقول الجرح الذي في رأسي بدأ يلتئم، يبقى ناخد هنا heal. طب لما اقول لك you should يجب عليك find a not، يا ترى هنا هنقول find a cure ولا find a treat ولا find a heal؟ انت بتقول يجب عليك ان تجد علاجا. cure دي هنا verb بمعنى علاج. لما اقول لك بقى the cure او the treatment، treatment كده دي معناها ايه؟ العلاج. وانت كده بتتكلم على noun، ما هما الاثنين واحد. طيب عايزك كمان تضيف لمعلوماتك الجامده جدا ان كلمه treatment دي كده معناها علاج زي كلمه cure في الحته دي، هتساوي cure، ومعناها معامله. على سبيل المثال لما نقول he received bad treatment يعني هو تلقى معاملة سيئة. عندنا ايه تاني هنا؟ قلنا cure و treat و heal، قلنا التلاتة تمام. طيب الجملة بقى اجابتها ايه حضرتك؟ بقولك there is no، ليس هناك ايه للكانسر السرطان، اكيد علاجا يبقى cure. وعلى فكرة كان ممكن هنا في الجملة دي نستخدم كلمة treatment for، treatment يعني علاج وبحرف الجر اللي بيجي معاه for. in the not you can restate، restate دي ستيت. احنا عايزين نفتكر كده مع بعض ان كلمة ستيت دي عشان هي كل شوية تيجي، وكانت في الجزء الاولاني برضو. كلمة ستيت دي معناها يقول، بتساوي كلمة من شان اللي معناها يقول او يذكر. وانت عارف ان في حاجة اسمها ريستيت، ستيت اللي هو يعيد قول الشيء. وانت عارف ان انت بتعمل ريستيتمنت في الكونكلوجن في الخاتمة، بتعيد ذكر الشيء. لكن لو قال لك وي ستيت ذا سيسز، ذا سيسز ودي حتة كده رايتنج، وي ستيت ذا سيسز فين يا عم؟ في الانترودكشن. الكلام ده لازم يتحفظ عشان الكلام ده مهم. بالمناسبه كان جاي في امتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت، كان بيقول لك الريستيتمنت اوف ذا سيسز مكانه فين؟ يبقى في الكونكلوجن على طول. وفي عايزك تفهمها ستيت دي معناها يقول الشيء لاول مره، فانت بتقول الموضوع لاول مره في الانترودكشن، وبتعمل له ريستيت بتقوله مره ثانيه في الكونكلوجن.
طيب ارجع لي للسؤال كده، واحنا بنراجع فاحنا هنقول كل اللي قابلنا. طيب بقول لك in the not you can restate the introductory paragraph، بتعيد صياغة الباراجراف الابتدائي طبعا ده في 2022 زي ما اتفقنا، ده في الكونكلوجن. امال السيسس دي هي ايه؟ بص يا برنس سريعا كده وخاطفا، انت عندك ده عبارة عن ايساي، حلو، نتخيل مع بعض ان ده ايساي. طبعا العنوان الجميل هنا في النص كده، ودي اول باراجراف كتبناه، ده تاني باراجراف كتبناه، وده تالت باراجراف، وده الباراجراف اللي بعده كمان. عايزك تفهم حاجة، ان اول باراجراف ده احنا بنسميه الانترودكشن اللي هو مين؟ المقدمة. طيب اخر باراجراف ده بنسميه ايه يا عم؟ بنسميه الكونكلوجن اللي هي الخاتمة. الباراجرافات اللي في النص ايا كان عددها بنسميها بودي باراجرافس. طيب افهم كمان وضيف لمعلوماتك العلمية في الموضوع ده الآتي، ان احنا هنا كده في الانترودكشن عندنا اول حاجة كده بيكون في حاجة اسمها باك جراوند. باك جراوند يعني خلفيتك ايه عن الموضوع يا عم؟ عندنا كمان حاجة اسمها اتنشن جرابر. اتنشن جرابر، ايه اتنشن جرابر دي يا مستر؟ جاذبة الانتباه اللي احنا بنسميها هوك، الجملة اللي بتجذب انتباه القارئ ان هو يكمل الموضوع قراءة، ما يسيبش الموضوع ويمشي. الحاجة التالتة بقى اللي هي السيسز. السيسز دي اللي هو جملة الموضوع، يعني الموضوع ده بيحكي عن ايه؟ حلو؟ طيب اللي بعد الانترودكشن على طول البودي، البودي ده بيكون فيه رقم واحد كل باراجراف من الباراجرافات، بيكون بادئ بتوبيك سنتنس. يعني ايه توبيك سنتنس؟ يعني الجملة الأساسية بتاعت الباراجراف ده. الحاجة التانية بعد كده بنقول سبورتنج سنتنسز، خد بالك انا قلت لك توبيك سنتنس واحده لكن سبورتنج سنتنسز كتير. الحاجه الثالثه بيكون في حاجه اسمها كونكلودنج سنتنس. يعني ايه كونكلودنج سنتنس؟ هي الجمله الختاميه، هوضح لك الكلام ده بس لما نكتب. طيب بالنسبه للكونكلوجن، الكونكلوجن دي للخاتمه، انت بتعمل ريستيتمنت للسيسز، يعني بتعيد صياغه الكلام السيسز تاني مره تانيه. رقم اتنين ما تنساش ان بيكون في هنا تشالنج. التشالنج يعني ايه؟ هقول لك انا. بص يا بيه، اولا كده بالنسبه للحته الاولانيه دي موضوع الباك جراوند، طبعا احنا قلنا دول عناصر الموضوع كلهم بثلاث اجزاء دول، ده المقدمه، دي البودي، ودي الكونكلوجن. اول حاجه الباك جراوند بتاعت الموضوع، خلفيتك عن الموضوع ايه؟ فلما تيجي في جمله مثلا تقول والله كورونا ادت الى موت مثلا المئات من الاشخاص، فدي خلفيتك عن الموضوع اللي بيحصل ان في ناس كتير بتموت. اتنشن جرابر دي انك تكتب جمله تشد انتباه القارئ، والمكانها بيكون في الانترودكشن بس. طب ليه؟ لانك انت عشان تشد انتباه القارئ لازم تبدا في المقدمه تشد انتباهه، ولا هتفضل تسيبه لحد الكونكلوجن؟ فالاتنشن جرابر اللي بنسميها الهوك دي مكانها هنا. بالمناسبه البودي دي بنسميها ساعات البلك، البودي اللي هو متن الموضوع بنسميه البلك ساعات. طيب ايه السيسس بقى يا سيدي؟ السيسس دي اللي هي الموضوع ده بيحكي عن ايه؟ الموضوع مثلا بيحكي عن كورونا، فالسيسس عندي هنا هي كورونا. طيب امال ايه التوبك سنتنسز؟ على سبيل المثال انا عندي هنا باراجرافين، انت المفروض ما دام عندك باراجرافين يبقى انت عندك فكرتين فرعيين، بمعنى الموضوع بيحكي عن كورونا مثلا، حلو، احكي عن مظاهر كورونا وعن علاج كورونا، كم فكره فرعيه دول؟ اتنين، لكن كم فكره اساسيه؟ واحده. فكورونا دي انا هقولها هنا مره وهقولها تاني في الخاتمه مره، حلو. طب امال هنا ايه؟ هنا في الباراجراف الاولاني ده هحكي عن مظاهر كورونا، الباراجراف الثاني هحكي عن علاج كورونا. طب ما تيجي ناخد الموضوع كده تسلسلي، اول حاجه احنا بنقول التوبيك سنتنس، انت هنا بتروح قايل لكورونا لانتشار كورونا عاد من المظاهر مثلا، وتروح حاطط نقطه، وبعدين تيجي تحكي السبورتنج سنتنسز، يعني ايه الجمل اللي بتدعم فكرتك؟ انت بتقول ان في مظاهر كتير للكورونا، صح؟ تبدا تحكي له ايه المظاهر دي، دي اسمها الجمل الداعمه. في الاخر خالص تدي له جمله تختتم له بيها الموضوع، بتختصر بيها الباراجراف كله. وهنا بقى في الباراجراف الجديد التوبيك سنتنس هتكون ايه؟ وهي العلاج لكورونا اشكال متعدده من العلاج او انماط متعدده للعلاج، او وقد تم اكتشاف عدد كبير من العلاجات لمرض كورونا، نقطه. وبقى احكي له بعد كده انواع العلاج الموجوده ومتوفره حاليا، دي اسمها سبورتنج سنتنس. في الاخر اختم الموضوع. طب بالنسبه لاخر حاجه خالص بقى هنا في الباراجراف الختامي، بعمل ريستيتمنت، انا برجع تاني اقول له يعني كانك بتذكره لو انت كنت تهت مني يا سيدي في الباراجراف كله، عايزك تفهم ان الموضوع كان بيحكي عن كورونا، يعني الريستيتمنت بتعيد الموضوع تاني، بس عايزك تعرف انك بتعيد الموضوع بديفرنت لانجوج. يعني ايه ديفرنت لانجوج؟ يعني بلغه مختلفه، مش لغه مختلفه يعني مش الانجليزي او بعدين احوله العربي، لا، بلغه مختلفه باسلوب مختلف. على سبيل المثال انت لما تيجي هنا مثلا في جمله تقول له ايه؟ ولقد انتشرت كورونا في جميع انحاء العالم، تيجي هنا تقول له ولقد ضربت كورونا جميع انحاء العالم، او تيجي هنا مثلا كورونا ويعتقد ان كورونا من الامراض القتاله، تيجي هنا تقول له ويرى كثير من العلماء ان كورونا واحد من اخطر الامراض، انت نفس المعنى بس قلته بشكل مختلف. بالنسبه للتشالنج ده بقى التحدي، التحدي ده بمعنى انك بتقدم جملتين كده، ممكن الجملتين دول يكونوا سؤال مثلا، ممكن الجملتين دول يكونوا اقتباس، ممكن يكون الجملتين دول حاجه انت بتكتبها للقارئ بحيث يفكر فيها.
على سبيل المثال، تيجي في الاخر كده تقول له هل تعتقد ان كورونا قد ادت الى موت الكثير من الناس؟ انت كده سالت القارئ سؤال وما تجاوبوش، فاهم؟ الحوار ده اسمه التشالنج. طيب يبقى ده بالنسبه للعناصر الثلاثه بتاعت اي موضوع في الدنيا. طيب نيجي بقى هنا بقى يا سيدي، نعمل يلا نعبي اللي احنا قلنا ده. التوبك سنتنس دي مكانها فين؟ في الود يا مستر. هما كام توبك سنتنس؟ على حسب الافكار الفرعيه اللي في الموضوع. طيب بالنسبه للسيز، انا بكتب سيز كام مره؟ اثنين يا مستر. الاولانيه بعمل لها ستيتمنت في الانترودكشن، رقم اثنين بعمل ري ستيتمنت في الكونكلوجن. طب بالنسبه للبودي، البودي ده احنا قلنا بنسميه البلك، اللي هو ايه البودي؟ اللي هو متن الموضوع. طيب هل في تفاصيل في الكونكلوجن؟ ممنوع تكتب تفاصيل جديده في الكونكلوجن اطلاقا. الكونكلوجن دي ما هي الا انت بتعمل ذكر ثاني، بتعيد ذكر اللي انت قلته مره واحده. طب there is a serious matter، انها مشكله خطيره، that we should think about، التي لابد ان نفكر فيها very carefully. في الجمله دي we can replace think about اللي هي من think about اللي. بص يا باشا، انا عايزك تفتكر كلمه consider اول حاجه كده، حتى لو مش في الاختيارات. consider معناه يفكر فيه، وعايزك تعرف ان انت قدامك كلمتين اتنين، وانا هجيب صفحه فاضيه كده عشان نكتب فيها النوت دي عشان دي مهمه. فاكر لما كنا بنقول لواحد have you thought about، يعني هل فكرت في buying، هل فكرت في شراء سياره؟ have you thought about buying a car؟ تعرف انك انت ممكن تحذف thought about دي على بعضها كده ونحط مكانها considered. بس عايزك تاخد بالك ان considered ما بيجيش بعدها حرف جر، خليك عيل خربوش. consider ما مش معناه غير حرف جر. بالمناسبه كمان نوت تانية، كلمه consider دي لها معنيين، معناها يفكر في او معناها يعتبر. لو معناها يعتبر فحضرتك هي لا تاتي في المستمر. طب لو معناها يفكر في، تاتي مستمر وعادي جدا واخر حلاوه. طيب دي بالنسبه للجزئيه دي. طب ارجع كده جملتك تاني عشان في ملحوظه تانية، موضوع ماتر دي لو انت بتحل معايا في كتاب ماي فريند، فعايزك تعرف ان احنا قلنا الملحوظه دي. ممكن اقول لك it is not a matter، انها ليست مشكله، او ممكن تقولها بطريقه تانية بس هتقول it doesn't matter. يعني it doesn't matter يعني لا يعد الامر مشكله. لاحظ ان انت هنا قلت لي it is not a matter، اصل matter دي اسم. it doesn't matter، matter هنا ده فعل بمعنى يشكل يعني او يمثل مشكله. طيب المهم الراجل هنا بيقول لك ايه الكلمه اللي بتساوي كلمه think about؟ protest against معناها يحتج على، يعمل مظاهره يعني. demonstrate معناها يشرح او يفسر. recover from يعني يشفى، يشفى من او يعالج من. طب reflect on معناها يعني كلمه reflect on معناها ينعكس على الاول، ينعكس على. تاني ولا هجيب لها القلم الاحمر، معناها يفكر او يتفكر فيه. طيب بالمنطق بقى الراجل جايب لك كلمه think about يعني يفكر فيه، هتساوي مين يا سيدي؟ هتساوي reflect on. الموضوع بسيط وسهل، لو انت حافظ الكلمات هتلاقي نفسك بتحل زي الحصان. being a patient، being patient is a good quality، ان تكون صبورا. طب ايه اللي عرفني ان هي صبور ولا مريض يا مستر؟ ما هو عايزك تفهم ان كلمه patient دي adjective. يعني ايه؟ يعني adjective يعني صفه. patient صفه، اكتب لك هنا كده كلمه patient، patient كده دي معناها صفه بمعنى صبور. طيب ملهاش جمع، لكن لو انت قلت لي ا بيشنت كده دي اسم بمعنى مريض. الفرق بينهم بس في وجود الا دي، الا دي خلت دي اسم فاكيد هو يعد، ما عشان بيشنتس المرضى، لكن دي صفه فما ينفعش نجيبها قبلها ا وان. طيب طيب بعد كده نيجي هنا على رقم 4، بقول لك ايه بقى؟ being patient ان تكون صبورا is a good quality، quality دي معناها صفه من خصائص او خاصيه من خصائص البشر. في الجمله دي كلمه patient هنا كصفه يعني تعامل كايه؟ يعني adjective اللي هي صفه رقم سي. لكن لو قال لك being a patient، لو قال لك a patient يبقى كده هي noun بمعنى مريض. طيب those not students، الطلاب الايه؟ have to be treated strictly، لابد ان نعاملهم بعنف او يعني بقسوه او بحزم. remarkable ملحوظ، remarkable دي اخت سج ني في كانت اللي انت عارفها، اخت كمان ديستنج اي ديستنج ويشد اللي معناها مميز، وديستنج تيف اللي برضو معناها مميز، واوت ستاندنج اوت ستاندنج. اكيد انت فاكر الكلام ده كله، الناس دي كلها كده بمعنى مميز او ملحوظ. كونفيدنت واثق دي ادجكتيف، النوم منها كون في دانس. ايه كونفيدنس دي يا سيدي؟ كونفيدنس دي يا مستر الاسم اللي هو الثقه نفسها. طيب امال نوتي، نوتي دي معناها شقي او مشاغب، عارف عكسها ايه؟ كات ويل بيهيفد، وانت اكيد عارف ويل بيهيفد وحافظها. وعكس ويل بيهيفد يا مستر؟ بادلي بيهيفد، اوعى تفتكر غلط. ويل بيهيفد عكسها بادلي بيهيفد. المهم ديسيبل دي معاق،
وعايزك تفتكر، وانت اكيد عارف ان انت عندك 3 كلمات يعني ممكن او كلمات ممكن تلخبط فيها. كلمة disabled دي disabled دي adjective بمعنى معاق، لكن ذا disabled دي noun بمعنى المعاقين. ممكن نحط مكانها disabled people اللي هم الناس المعاقين، اللي هم الناس المعاقين او المعاقين برضو. كل دول صح، دي صح ودي صح زي ما اتفقنا، ما ينفعش نقول ذا disabled people. طيب بعد كده يا سيدي خدنا، احنا كده خلاص خدنا confident. رقم 6 بيقول لك we are not here, I am sure we will win this area's vote. انا واثق ان احنا هنفوز بالاصوات والانتخابات بتاعت المنطقه دي. اصل احنا هنا attitude يعني ميل او اتجاه او راي، material دي الماده، minority الاقليه، طب majority دي معناها اغلبيه، وبالاضافه الى ذلك معناها سن النضج. يعني ايه سن النضج؟ لما يقول لك you can't drive a car unless you reach your majority، ما ينفعش تركب عربيه غير لما توصل سن النضج، يبقى كده هي معناها اغلبيه وخدناها. We are not here, I am sure we will lose. انا عارف ان احنا هنفقد هنخسر الانتخابات، يبقى احنا هنا اقليه minority. اوعى تنسى ان كلمه lose دي عشان احنا هنتلخبط فيها اكيد، lose دي verb بمعنى يخسر، لكن في كلمه اسمها loss دي noun بمعنى الخساره، وفي كلمه اسمها lose دي adjective بمعنى فضفاض او مهلهل. فضفاض او مهلهل واسع، يعني الهدوم واسعه وكده على الانسان، فنقول لها lose. في رقم 8 حضرتك بيقول لك ايه، in third world countries، في دول العالم الثالث، the poor lead not lives، الفقراء بيعيشوا حياه ايه بقى، miserable بائسه، اكيد الاجابه، noticeable ملحوظ زي remarkable بالظبط، nuclear معناها نووي، ومنتال معناها ذهني زي كلمه intellectual، ومنتال نفس المعنى معناهم ذهني. in او it is necessary، اوعى تنسى it is necessary، وممكن نقول it is a ni si si ti او it is a must. it is necessary to make not with those to whom you talk، لابد انك تعمل ايه مع الناس اللي انت بتكلمهم. mistakes اخطاء لعب عليك. generation دي لها معنيين، معناها جيل او معناها توليد الكهرباء، لما نقول electricity generation توليد الكهرباء، لما نقول مثلا the young او the new generation الجيل الجديد. eye contact اللي هو التواصل بالعين، confidence اللي هي الثقة، ودي noun. طيب انت لازم تعمل اتصال بالعين مع الناس اللي بتكلمهم برضه، ما ينفعش تكون بتكلمهم وتبص وراك. after deep thought بعد فكر عميق. I have not that it is better for me to start my own business. انا ايه ان انا لابد ان اعمل بيزنس لوحدي. beat bit bitten دي التصريف التالت من كلمه beat بمعنى يهزم. اخت مين يا مستر؟ اخت دي فيت اللي انت عارفها. طب research معناها بحثة. concluded دي concluded لوحدها كده من conclusion معناها الخاتمه. have concluded that معناها استنتج. طب defy يتحدى. انت عارف، عايزك تفتكر كده معايا ان احنا قلنا موضوع conclude دي كان بيقول لك رقم 1 to conclude that يعني ان تستنتج، دي بتساوي to did use اللي عندنا في المنهج قاعده كامله بتحكي عنها، او انك to come to a conclusion that ان تصل الاستنتاج بانه. يبقى قلنا to conclude، to come to a conclusion، أو to deduce دي معناهم يستنتج. طيب ارجع كده جملتك تاني يا عم الحاج. رب لك صلاح سكور 2 جولز، صراحة أحرز هدفين. عايزك تفهم إن سكور أجول يعني يحرز هدف في المرمى، لكن أتشيف أجول يحقق هدف في الحياة. طيب بمناسبة إن إحنا جينا هنا وإن إحنا بنراجع، وإنت أكيد سامع كويس وأكيد مش هتستخسر يعني إنك تعمل لايك وكده عشان المجهود الجبار اللي بعمله لك ده. عندك سكور A goal دي معناها يحرز هدف في المرمى في الملعب، حلو. لكن achieve او realize او reach A goal دي معناها يحقق هدف من اهداف الحياة. التالتة بقى لما نقول set A goal دي معناها يحدد هدف لنفسه. في واحدة بالظبط زيها وعندنا برضو في المنهج، كان بيقول لك give myself goals دي معناها اضع اهدافا لنفسي. ده يا عم حكيت لك كل اللي علاقه بموضوع جول اهو، مش خساره فيك. تعال نرجع كده تاني. بقول لك بقى صلاح سكور 2 جول، صلاح احرز هدفين ان ذا سيمي فاينل، في شبه النهائي، ان 1
اوف ذا بيست جيمز، في شبه النهائي، في واحده من افضل الالعاب اوف ذا اللي في الدوري التورنمنت يعني دوري. كونفيدنس ثقه، بابليك يعني عام، حكينا قصتها في الفيديو اللي فات. اوبستكل معناها عقبه، زي هندرانس، هن درانس، انا كل شويه هكتب لك نفس الكلام. هندرانس معناها عقبه. فاكر انت كلمه بلوك؟ اكيد انت فاكرها، قلنا قبل كده كلمه بلوك معناها يعيق، بتساوي كلمه هندر اللي برضو معناها يعيق. الكلام ده مهم. ارجع كده رقم 12، this entrepreneur الرائد الاعمال ده doesn't fit، لا يناسب، the not of an organization man، لا يناسب الايه بتاع الرجل المنظم اللي بيعمل وفقا لمنظمات يعني. he is not the sort of man that just carries out tasks، ده مش الانسان اللي بينفذ مهام بس وكده على قده، لا. فده لا يمثل النمطيه بتاعه الراجل اللي بيشتغل في منظمات. organization man دي مقصود بيها الراجل اللي بيعمل وفقا لمنظمه، يعني الناس يقعدوا مع بعض يعملوا اجتماع هنعمل كذا فيعمل مع الناس. لكن الانتربرينور ده شخص مغامر. سكولرشيب دي اللي هي الدراسه، وبالمناسبه بنقول وين سكولرشيب، جينيريشن قلنا جيل ومعناها تولد الكهرباء، جندر ده اللي هو الجنس. جت فين قبل كده؟ شفناها مره او شفناها مره لما كان بيقول لك the writer thinks that boys are better than girls in reading، هنا معناها ان الراجل شايف ان الولاد افضل من البنات في القراءه، فده اسمه تحيز عن طريق الجنس. a child will never love you if you are not to them، الطفل عمره ما يحبك لو انت كنت ايه معاه، نوتسابل ملحوظ، كرول يعني قاسي، ديسيبل يعني معاق، وسيجنيفيكانت يعني مهم، اكيد لو انت قاسي معاه. بالمناسبه اكيد انت لفت انتباهك هنا، الراجل بيقول لك زم ازاي مع انه بيتكلم على اتشايلد، ما هو عشان الفاعل ده غير معروف، يعني غير معروف، مش عارفين ولد ولا بنت. ما هو لو كان الطفل ده ولد كنا هنقول هيم، لو كانت بنت كنا هنقول هير، فعشان انت ما انتش يعني قصدك على الولد والبنت فبنعمل ضمير جمع عليهم. try to control your not you are quick to get angry، حاول تتحكم في الايه، انت بتزعل بسرعه جدا على فكره. cure يعني يعالج وعلاج، روت يعني طريق او مسار، rank معناها رتبه ومعناها يصنف، بتساوي كلمه classify بمعنى يرتب، وcategorize برضو الاثنين دول معناهم يصنف او يرتب. طب reaction رد فعل، وهي دي الاجابه، حاول تتحكم في الرياكشن رد فعلك يعني. مستر ايمن هولد ذا نوت اوف ذا جنرال مانجر، المستر ايمن بيحتل الايه بتاع المدير العام. تعال نشوف، ليكتشر معناها محاضره، رانك اللي هي رتبه او درجه، بريجيدس اللي هو التحيز، اخت البايس، كونتريبيوشن معناها مساهمه. اذا انت بتقول للراجل ده بيحتل رتبه مدير عام في الشركه الجي ام. هاي نوت اوف ستودنتس، ايه كبيره من الطلاب، والجيتس فول مارك اف ذا يوز المعاصرز فاينل ريفيجن، عدد كبير من الطلاب يعني، او ايه كبير من الطلاب هيحصلوا على الدرجه العاليه لو هم استخدموا المعاصر مراجعه نهائيه. ستيريوتايب دي اللي هي النمطيه، يعني ايه النمطيه؟ زي هي تراديشن لو انت فاكر، كانت بتساوي تراديشن في كتاب ماي فريند. طب بيرسنتج يعني نسبه، ليكتشر محاضره، وبريجيدس اللي هو التحيز. طيب تحيز اخت بايس، طب مستر هو هنا كاتب لي بيرسنتج، لو هو كاتب لي كلمه بيرسنت كنا خدناها، مش هجاوبك على السؤال ده، لا ده انا هقول لك على حاجه ثانيه بقى اهم من السؤال ده. هو ايه الفرق يا مستر بين كلمه بيرسنت وكلمة بيرسنتج؟ هروح أقول لك في كلمتين اتنين، بيرسنتج معناها نسبة بدون رقم، ما فيهاش رقم. طب بيرسنت نسبة برقم، مش فاهم برضو. بص يا برنس، لما تقول لي مثلا 20% هكتب لك كلمة بيرسنت، مش هعملها بالعلامة عشان تعرف إن هي دي الكلمة المطلوبة. 20% of our customers ار بويز، يعني 20% من زبايننا اولاد، انت خدت هنا بيرسنتلي عشان معاك رقم. لكن لما اقول لك ذا بيرسنتج اوف اور كاستمرز هو كومبلين، يعني نسبه زبايننا اللي بيشتكوا، بيجان تو ديكلاين، بدأت تنخفض. بالمناسبة ما تنساش ان ديكلاين يعني انخفض، وديكلاين معناها يرفض، وهي عندنا في المنهج. طيب احنا بقى هنا في الجملة حضرتك خدنا مين يا مستر؟ والله ما فيش معايا رقم، يبقى بيرسنتج اللي صح. طيب الجملة اللي بعد كده، The player's violent objection، objection دي معناها اعتراض، بقول لك اعتراض اللعيب العنيف not the referee against him، خلى الحكم يعمل ايه ضده؟ contribute يعني يساهم، conclude يعني يختتم، وstereotype يعني نمطي. طيب بريجيدس معناها يتحيز او ينحاز، وخد بالك بريجيدس لما نقول بريجيدس اجينست معناها يعني يكون عنده انحياز ضد الشخص. طيب بعد كده رقم 18، اينشتاين از ذا جريتست نوت ايفر،
اينشتاين ده هو طبعا خد بالك ان ايفر هنا موجوده، فانت عملت تفضيل. اينشتاين ده كان اعظم ايه على الاطلاق؟ ليكتشرر، محاضر، اركولوجيست يعني عالم اثار، فيزيست يعني عالم الفيزياء الفيزيائيه يعني، فارماسيست اللي هو الصيدلي، فانت خدت فيزيست. وما ننساش ان في منها فيزيكس اللي هي الفيزياء، وفي منها فيزيشن اللي هو الطبيب. The Egyptian team lost the first A but they won the match. الفريق المصري خسر اول ايه بس هو فاز بالمباراه. contribution مساهمه، كورت اللي معناها محكمه، يلا ترجم معايا كده، معناها محكمه، معناها ملعب التنس، ومعناها البلاط بتاع الحاكم، الناس اللي بيكونوا مع الحاكم عشان يطبلوا له كده يعني. بيرسنتج نسبه مئويه، تاب راوند معناها الجوله. فانت بتقول الفريق المصري خسر اول جوله لكنه فاز بالمباراه اللي هو بيلعبها دي، ملهاش لازمه كده يعني. طيب بعد كده رقم 20، this charity المنظمه الخيريه دي wouldn't help such a number of poor people if it weren't for the، لولا الايه بتاعه الناس الاوصياء الكرماء يعني، لولا مساهمه اللي هي contribution. conclusion دي معناها خاتمه. I can tackle الاتصال بالعين minority الاقليه. my father is not an English lecturer in the faculty of arts. faculty of arts اللي هي كليه الاداب. ان ابويا ده ايه في قسم اللغه الانجليزيه او في قسم الادب الانجليزي في كليه الاداب. اركولوجيست عالم اثار، ليكتشرر محاضر. على فكره ممكن نستخدم كلمه بروفيسور هنا، ما هو استاذ جامعي يعني نفس العلبه يعني. فيزيست يعني صيدلي، وفيزيست سوري معناها فيزيائي، وفارماسيست اللي هو الصيدلي. ماي لافينج بيرنتس ابويا وامي المحبين. خد بالك في هنا مشكله هتواجهنا، هو ايه الفرق بين لافينج وبيلافد؟ بص حضرتك كده هنعمل كده الشرط هنا وعايزك تعرف دي كلمة loving. loving معناها المحب يعني الذي الذي يحب شخص. طيب لما نقول be loved دي معناها المحبوب، عشان كده بقول لك my be loved daughter، my be loved daughter يعني ابنتي المحبوبة. خد بالك من دي كويس، ابنتي المحبوبة. انا همسح دي كده واكتب لك المحبوب خط كويس عشان اعرفك مش هتعرف تقراها بعد ما امشي. ابنتي المحبوبة. طيب ارجع تاني كده لجملتك هنا عشان تكملها. بيقول لك يا عم my loving parents ابويا وامي اللي بيحبوني يعني have played a not role، لعبوا دور ايه في حياتي؟ naughty يعني شقي، قلنا بتساوي مين؟ بتساوي badly badly behaved يعني، بتساوي كلمة badly behaved اللي هو سيء الخلق يعني، لكن هي عكسها well behaved. miserable معناها بائس، significant يعني أساسي أو ضروري أو مهم. عندك كمان cross دي معناها غاضب، ودي adjective بمعنى غاضب. طيب رقم 23 is used to show statistics. statistics اللي هي الإحصائيات يعني، إحصائيات علم الإحصاء. award يعني جايزة، map يعني خريطة، bar graph أكيد هي دي الإجابة لو رسم البياني، لاين يعني خط. على فكرة انت عندك بار جراف وعندك كمان بار تشارت وعندك كمان دايا جرام، التلات كلمات دول من نفس العلبة وبنفس المعنى. getting the best player A in the World Cup Finals has been my greatest achievement. الحصول على ال ايه بتاعت افضل لاعب اكيد جايزة افضل لاعب. جراف يعني رسمة، بيرسنتج يعني نسبة، تورنمنت يعني دوري، لكن اوورد يعني جائزة. she not an evening language course يعني هي ايه كورس لغة مسائي. to improve her speaking عشان تحسن من التحدث والاستماع. attend يعني يحضر اكيد هي دي. overcome يتغلب على. award معناها جايزة. وبرجدش ينحاز او يتحيز. ما ننساش ان كلمة improve معناها يحسن ومعناها يتحسن، واحنا قلنا الكلام ده واحنا بنشرح في فيديو المعاصر. عايز تعرف ان improve دي معناها يحسن، اعمل كده معناها يحسن، معناها كمان يتحسن، بس لو معناها يحسن هتساوي ميك بيتر، بتحسن الشيء يعني خلي الشيء افضل. بتساوي كمان برو موت اللي معناها يحسن، بتساوي كمان ان هانس يعني يحسن او يعزز. طب لو معناها يتحسن امبروف هتساوي جيت بيتر او بيكم بيتر. طيب ارجع تاني لجملتك الجامده اللي انت بتحل فيها كده عشان نشوف بيقول فيها ايه. طيب بعد كده رقم 26 Egypt not as one of the safest countries in the world. مصر ايه كواحدة من افضل او من اكثر الدول امانا في العالم. بريجدس يعني ينحاز، وكونتريبيوت يعني يساهم، اوفركم يتغلب على، ورانك يعني يصنف، فاكيد هي دي. خد بالك ان اوفركم يتغلب على ممكن نحط مكانها كونكر لما هي يغزو او يتغلب على.
You need a lawyer to represent you in a court of law. أنت محتاج المحامي عشان يمثلك في ال court of law. Court of law اللي هو محكمة أرض القانون يعني. You needn't worry. أنت مش محتاج تقلق، المفروض ما تقلقش. Be not and everything will be okay. كن إيه وكل شيء هيصبح تمام. Cross دي معناها غاضب. Stereotyped معناها نمطي. Naughty يعني شقي أو مشاغب. و patient يعني مريضا، بس هنا مش معناها مريض، ما هو لو مريض كنا هنقول a patient زي ما اتفقنا. A patient دي كده معناها مريض، لكن هنا patient لوحدها كده معناها صبور، فعشان كده قال لك be patient يعني يكون صبورا، ما قالش قال ان الا بتيجي مع الاسم فقط. الجمله اللي بعد كده باشا رقم 29 بيقول لك My sister not as a teacher last year. اختي ايه كمعلمه السنه اللي فاتت. Determined معناها مصمم وعاقد العزم. Qualified معناها تأهل. Cured يعني عالجة. Reflect زي ما احنا قلنا يعكس، ومعناها think of يعني زي معناها يفكر يعني. طيب بس هنا بقى عايزين نفتكر كده ونركز مع بعض. عايزك تعرف لما نقول qualify دي اصلا معناها يؤهل، ومعناها نفس الكلمة يتأهل. حلو، يتأهل لوظيفة معينة، لوظيفة معينة يتأهل لوظيفة ماشي، يتأهل لبطولة من البطولات برضو ماشي، كل ده صح وزي الفل. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين حضرتك عايزك تعرف ان كلمة يؤهل دي لما اقول لك مثلا الكورس ده سوف يؤهلك للحصول على وظيفة مش عارف طبيب بيطري، فدي اسمها كواليفاي. الحاجة التانية لما نقول كوالي فاي ان يتأهل في مجال. طب كواليفاي از يتأهل كوظيفة معينة. على سبيل المثال لما نقول شي كواليفايد ان ميديسن في مجال الطب از ا دكتور كدكتورة. كلمة كواليفاي هنا دي فيرب، لكن لو انت قلت لي بي كواليفايد دي كده عبارة عن adjective يعني صفة. حلو، طيب ادخل بقى اللي بعديها عندك. هيجينا دلوقتي كلمة اسمها اللهم ذكرني graduate يتخرج وخريج، وهنحكي عن وضعها بس لما تيجي عشان ما نكترش في نفس المكان. 30 his not helped him achieve his goal. الايه اللي عنده ساعده ان هو يحقق اهدافه. اكيد determination اللي هو مين determination اللي هو الاصرار. طيب percentage نسبة مئوية. prejudice الانحياز. و paragraph اللي هو الرسم البياني. You need to be determined. أنت محتاج تكون مصمم شوية in order to not لكي the obstacles عشان تعمل إيه في العقبات التي سوف تواجهك. على فكرة كلمة face دي معناها يواجه، بتساوي كلمة experience اللي كانت في الوحدة اللي فاتت. طيب ارجع بقى معي. Overcome يتغلب على. حلو. Contribute طبعا يتغلب على. Contribute يعني يساهم فيه. Cure يعني يعالج. وQualify يتأهل. على فكرة ممكن overcome ممكن هنا كمان challenge. يعني ايه بقى؟ يقول لك انت لابد ان تكون مصمم عاقد العزم علشان تتغلب على، عشان تواجه العقبات اللي انت هتواجهها بعد كده يعني، او هتتغلب على العقبات اللي تواجهها. طيب as not he is expert هو خبير in medicine في مجال الطب. يبقى كيف هو خبير في مجال الطب؟ اكيد خبير في مجال الطب. تعال نشوف. physicist ده اللي هو عالم الفيزياء. pharmacist اللي هو الدكتور الصيدلي، اكيد طبعا هي دي. archaeologist اللي هو عالم الاثار. lecturer اللي هو المحاضر. يبقى انت بتقولي ك صيدلاني يعني فهو متخصص في مجال الطب، او هو خبير في مجال الطب او مجال الادويه. علشان نكون دقيقين يعني هنخلي هنترجم medicine هنا بمعنى الطب، سوري بمعنى الادويه. كلمه medicine اللي هو الطب. medicine برضو نفسها معناها علاج او دواء، بس هي كعلاج اسم معدود عشان كده هو حتى جاب لك medicines ما خدناش بالنا من الحوار ده. يبقى دي معناها مجال الادويه. طيب بعد كده sometimes there is clear not against foreigners and strangers. احيانا بيكون في ايه ضد الاجانب والغرباء. prejudice اللي هو انحياز او تحيز، وخد بالك against يعني ضدهم. court محكمه ملعب التنس، وكمان معناها بلاط الحاكم. tournament اللي هو الدوري. وaward اللي هي جائزه، ومعناها يمنح برضه جائزه. بيقول لك دكتور زيويل is one of the best not for ambitious young scientists. دكتور زيويل ده واحد من الافضل الايه للشباب الطامح. تعال نشوف كده نترجم. اول حاجه كده physicist اللي هو عالم الفيزياء. رول موديل اللي هو القدوه والنموذج اللي انت بتقتبس او تقتدي به. pharmacists اللي هم الصيادله. وماجوريتي اللي هم الاغلبيات. اذا دكتور زويل ده رول موديل للناس كلها. سما هاز اتشيفد نوت بروجريس سو فار. خد بالك سو فار دي موجوده، فتعرف ان الجمله مضارع تام على طول، عشان كده حتى قال لك هاز اتشيفد. سما حققت تقدما ايه مؤخرا. نوتي معناها شقي او مشاغب. كروس معناها غاضب ومعناها يعبر. بيشنت معناها صبور او مريض على حسب الاستخدام. ريماركابل معناها ملحوظ. طيب على فكره عايزك ما تنساش كلمه اوت ستاندنج عشان القطعه
الجملة بقى من رقم 36 بيقول لك her expression تعبيراتها clearly not her attitude towards the plan. تعبيرات وجهها يعني بشكل واضح، يعني بتعمل ايه بشكل واضح لرأيها في الخطة. she rejects it بترفضها. كلمة prejudice دي معناها ينحاز، reflect يعني يعكس، pause يتوقف لفترة ثم يكمل، protest يحتج. فتعبيرات وجهها بشكل واضح تعكس رأيها في الخطة، يعني معنى كده انها بترفضها. my grandfather's health صحة جدي have improved تحسنت ايه بشكل ايه يعني بعد الاوبريشن، اكيد significantly بشكل واضح او بشكل ملحوظ. mentally ذهنيا، economically معناها بشكل اقتصادي، colonially معناها بشكل استعماري. بعد كده رقم 39، شفت انا كنت وصلت لحد فين بس للاسف نص طار، نرجع تاني. 39 you needn't not your voice، مش محتاج تعمل ايه في صوتك يا ابني، I can hear you very well، انا سامعك كويس. الجزئية دي انا كنت شرحتها في الصفحة دي بس للاسف الكهرباء قطعت فمسحت الجزء اللي انا سجلته ده كله بعد ما اتعمل، فانا هرجع اقوله تاني معاك علشان اوضحه لك. بص يا سيدي، كلمة rise دي لوحدها كده الاول، كلمة rise ليها اكتر من معنى، معناها ينهض لما اقول لك when you see a teacher، لما تشوف مدرس you should rise، يجب عليك ان تنهض يعني تقف. ممكن برضو يكون معناها يستيقظ، لما اقول لك I couldn't rise، ما قدرتش اصحى early بدري، as I slept early، لان نمت متاخر. وبرضو معناها يزداد، لما اقول لك prices began to rise، بدات الاسعار تزداد. ومعناها زياده، لما اقول arise in prices يعني زياده في الاسعار. ومعناها كمان تشرق الشمس، لما اقول لك مثلا the sun rises at 6، يعني الشمس بتشرق الساعه 6. طيب والكلمه دي برضو الثانيه اللي هي كلمه raise، raise معناها يرفع ومعناها يربي ومعناها يطرح سؤالا ومعناها يجمع. لو يجمع يبقى هتساوي collect money، لو يطرح يبقى مثلا زي he raised an important question، يعني هو طرح سؤالا مهما. لو معناها يربي هتساوي bring up، ولو معناها يرفع فلما اقول لك مثلا raise your hand raise your voice الكلام ده. طيب اخر كلمه معانا او اخر كلمتين، كلمه arise دي معناها ينشا او يظهر، بتساوي كلمه appear او come up مثلا. على سبيل المثال many problems began to arise، العديد من المشاكل بدات تظهر بعد استخدام التلفاز. وكلمة أروز معناها يثير، لما أقول لك مثلا أروز ماي سسبشن يعني أثار شكوكي، أروز ماي انترست معناها أثار اهتمامي. طيب ارجع بقى لجملتك عشان هو ده اللي احنا محتاجينه في السؤال ده. بقول لك أنت مش محتاج تعمل إيه في صوتك يا عم، أنا سامعك كويس، يبقى يو شود يو نيدنت ريز، وده كان في 2022 أدبي أزهر. يو دونت هاف ذا رايت تو، مالكش الحق إنك تعمل إيه أباوت أذر بيبل برايفت لايف. طيب كلمة سبيكيوليت معناها يسأل بفضول، وجدج يعني يحكم على، طبعا ما ينفعش أقول لك يحكم على عن، influence يؤثر ورول يعني يحكم، فانت مش من حقك انك تتساءل بفضول عن الاشياء التي تخص حياه الناس الخاصه. 41 بريزيدنت ناصر، الرئيس عبد الناصر ده، ايجيبت فور اباوت 16 ييرز، الرئيس عبد الناصر عمل ايه لمصر لمده 16 سنه. تعال نشوف، بروتستد معناها احتج، جنريتد معناها ولد كهرباء يعني، بريزنتد معناها قدم، لكن رولد حكم. Pioneers always achieve not، الرواد الأعمال دايما أو الرواد دائما بيحققوا firstest، achieve firstest معناها يحقق المراكز الأولى. Obstacles عقبات، بتسوي هن دران سيز اللي معناها عقبات برضو، reactions ردود أفعال، وgenders اللي هي الجندر اللي هو الجنس. كان عندنا زي ما قلنا قبل كده جملة بيقول لك فيها لما الراجل يقول لك إن الأولاد أشطر من البنات في الإنجليزي كده تحيز عن طريق الجنس. When you didn't answer my call، لما أنت ما ردتش على تليفوني، I not that you had gone to bed، I paused توقفت لفترة ثم أكملت، مارشد يعني عمل مسيرة في الشارع، assume يعني يفترض، وdemonstrate معناها يشرح، فأنا افترضت أنك أنت رحت تنام يعني قلت لنفسي أكيد راح ينام. My father wanted me to not why I got low marks in the exam، أبويا كان عايز مني أن أعمل إيه، لماذا حصلت على درجة منخفضة في الامتحان. assume يعني يفترض، attend يعني يحضر ومعناها يرافق، motivate يعني يحفز، فأكيد demonstrate معناها أشرح أو أبين أو أوضح زي كلمة illustrate بالظبط. low must جارانتي، القانون لابد ان يضمن ايه among citizens، الايه بين المواطنين، in rights and duties في الحقوق والواجبات، اكيد equality اللي هي المساواه، بروفايل دي معناها صوره ومعناها وضع ومكانه ومعناها الملف الشخصي او التعريفي، majority الاغلبيه، وان equality عدم المساواه. The adjective ايه gives a similar meaning to remarkable، remarkable ملحوظ، بتساوي كلمه noticeable زي ما قلنا قبل كده، ملحوظ وقلنا الكلام ده. طبعا minor يعني صغير او دقيق، عكسها طبعا ميجور اللي معناها اساسي، كولونيال دي معناها استعماري، واوبفيوس واضح زي كلمه كلير بالظبط. وعلى فكره كمان كلمه apparent اللي احنا قابلناها في كتاب ماي فريند. ماي انكل از ان اكسبيرت ان، يعني عمي خبير في مجال زي ايه اوف بايو كيمستري، في مجال الكيمياء الحيويه، اتوم يعني ذره، فيلد يعني مجال، فولو اب يعني متابعه، وفايندينج اللي هو معناها نتيجه.
great scientists must be، العلماء العظماء لابد ان هم يكونوا ايه؟ and given top positions، ويعطوا مكانه عاليه in their society، في مجتمعاتهم المفروض ان هم يقدروا، اللي هي honored. على فكره كان ينفع هنا كلمه appreciated، appreciate يعني يقدر، طب present يعني يقدم، و research يعني يبحث، و disabled معناها معاق. according to official note the country has 60 million internet users، وفقا للايه الرسميه الدوله فيها 60 مليون بني ادم مستخدم الانترنت. اكيد statistics او figures اللي هي الاحصائيات، اتوم يعني ذره، equality المساواه، gender الجنس. the team's performance الاداء بتاع الفريق was so not that all fans were in great excitement، الجمهور كله كان في حاله من الاثاره لان اداء الفريق كان ميل مذكر فيميل مؤنث، impressive معناها مبهر، patient معناها صبور. خد بالك انت على فكره ممكن تقول لي the fans الجمهور where كانوا impressed يعني كانوا متأثرين منبهرين باللي بيحصل. طيب ادخل بعد كده على الجملة اللي بعدها، بقى معنا شوية صغيرين مش كتير، حوالي 25 جملة اعتقد. بقول لك يا عم we need to not replacement، احنا محتاجين نجد بديلا ليه، بديلا ليه replacement. وعلى فكرة كان ممكن نحط مكانها كلمة alternative، alternative دي معناها بديل، for non-renewable energy للطاقة الغير متجددة as soon as possible. على فكرة الطاقة المتجددة ممكن نقول عليها renewable، وممكن عليها كمان نقول sustainable، وانت sustainable اللي انت عارفهم اصلا من تانية ثانوي. they not a lot of money this year، هم عملوا فلوس كتير قوي السنة دي، يبقى made money. طبعا مفعش نقول do money، على فكرة كان ممكن نستخدم مع money earn برضو. a doctor needs to not up to date، الدكتور محتاج ان هو يظل محدثا نفسه بأحدث التطورات وكده، يبقى keep. ما تنساش كلمة field يعني مجال، share يعني يشارك ومعناه حصة أو نصيب، raise يعني يرفع، وraise معناه يربي، وraise معناه يجمع، وraise معناه يطرح سؤالا، make طبعا يصنع. this company، company دي في منها اتنين، في a company دي اللي معناها شركة وجمعها companies، وفي company اللي هي اسم لا يعد اللي معناها صحبة أو مرافقة. the company not writes to all the films in it has produced، الشركة لها حقوق يعني تمتلك حقوق، يبقى owns. own rights معناها يمتلك حقوق الملكية في النشر وكده. he not a warning، هو ايه تحذيرا من البنك، he has to pay back the loan، لازم يرجع القرض اللي هو اخده، يبقى هو تلقى تحذيرا، تلقى تحذيرا يبقى received. his determination اصراره helped him not prejudice and difficulties، بقول لك ان اصراره وعزيمته ساعدته ان هو اكيد يواجه او يتغلب على اللي هي overcome، obtain يحصل على، cause يسبب، وcatch يعني يمسك او يلحق بيه او يصاب بمرض، لو قلنا catch cold مثلا. after you have proven، بعد اثبتت ان اثبتت your efficiency كفاءتك، you cannot a better pay، يمكنك انك ايه مرتب افضل. تعال experience معناها يواجه او يلاقي، demand يعني يطلب ومعناها مطلب طبعا، لو قلنا قبلها ايه يبقى اسم، reflect يعني يعكس، وimpress معناها يحضن شخص او يحتضن فكرة او يعتنق ديانة او دين. those whose houses، اولئك الذين بيوتهم يعني had been damaged، دمرت in the earthquake في الزلزال، were financially compensated يعني تم تعويضهم، ما تنساش compensate بتسوي make up for، change يعني يغير، own يمتلك، وpay يعني يدفع. انا بجري شوية لان انا خايف الفيديو يفصل تاني. 9 don't tell her what is rabid inside، ما تقولهاش ما الذي هو مغلف بالداخل. don't the surprise، لا تفسد المفاجأة. هنا كان ممكن ناخد كلمة spoil، وعندك كلمة ruin بتسويها، وفي wreck بتسويهم، وفي damage. draw يعني يرسم، defy يتحدى، وreach يعني يصل. we all should not negative stereotypes to get rid of the negativeness او the negatives in our customs، بقولك ان احنا يجب ان احنا نعمل ايه في النمطية السلبية دي، نتحداها ونواجهها، يبقى defy. only a great scientist، فقط العلماء العظماء، and researchers والباحثين، firstes يحققون المراكز الاولى، يبقى achieve firstes. the positive feedback we received، التغذية الراجعة الايجابية التي تلقيناها، as confidence اعطتنا ثقة، gives us confidence او makes us feel، بس هنا هنقول confident يعني تجعلنا نشعر بالثقة. he was a great leader who not the racial stereotype، هو كان قائدا كبيرا، والذي ايه النمطية العنصرية، apply تقدم لي او طبق، built معناها بنى، broke down معناها واجه او حطم، assess يعني يقيم، وطبعا اكيد broke down او تغلب على يعني. I am one of the casualties of the accident، أنا كنت واحد من ال victims الضحايا اللي في الحادثة. كلمة casualty هنا بتساوي victim ضحية.
طب ليه ما نقولش ديث؟ ما هو كلمة فيكتيم، كلمة كوجوالتي معناها حالة وفاة برضو. ما هو حضرتك ازاي انت كنت انت بتقول انا كنت واحد منهم، يعني انت مت ازاي؟ بتتكلم انت تهزر. انا نوت كوبي از نوت جينوين. جينوين دي بتساوي كلمة او ثين تيك مكتوبة في الاختيارات اهي، وبتساوي كمان اوري جي نال، وبتساوي كمان ليجل. الناس دي كلها كده معناها اصلي. بقول لك ان النسخة اللي مش اصلية معناها انها بايرتد، مقرصنة، مسروقة. طيب 16 بيقول لك mental is to physical. mental بالنسبة لphysical زي بالظبط ايه is to addition. استنى كده، mental معناها ذهني، physical معناها بدني، عكس بعض يا باشا. addition دي إضافة، عكسها حذف اللي هو omission. discussion دي مناقشة، increasing يعني زيادة، و collection معناها مجموعة. this piece of information is inaccurate، المعلومة دي غير دقيقة. كلمة inaccurate هنا عكسها أكيد دقيق اللي هي اسمها accurate أو exact، وهنا قلنا accurate. ريت. امال ايه ان اكزاكت؟ ان اكزاكت دي اخت ان اكيوريت. ان كوريكت معناها خاطئ، وفولس معناها خاطئ. اذا احنا كده قلنا اكزاكت الاولى. 18 ا كريمنال از ا بيرسون هو بريكس لوز. المجرم هو الشخص الذي يتخطى القوانين. كلمه بريك هنا ممكن نحط مكانها بريك لو، يعني يتخطى القوانين يعني يعصيها، يبقى ديس اوبي. طبعا عكسها اوبي. فايبريت يعني فايبريشن. عايزك تفهم ان الراجل حط السؤال ده راجل صايع ليه؟ اصل بريك ذا لو، ديس اوبي ذا لو، بتسوي فايوليت ذا لو. هو ضرب لك هنا كلمه فايبريت بحيث انت تنخدع فيها على انها فايوليت وتجري وتاخدها. قمت يحذف بتسوي كلمه دي ليت يعني يحذف، ما تنساش بتسوي كمان ليف اوت يعني يحذف. بي بيشنت اند كيب تراينج. كن صبورا واستمر في المحاوله. In this context في السياق ده the word patient صبور هنا عكسها صبور impatient. طبعا عكسها impatient صبور، patient عكسها impatient اللي هي دي. healthy صحي، well بصحة جيدة، impossible معناها غير ممكن مستحيل. this child is naughty. الواد ده شقي يعني مشاغب. كلمة naughty هنا عكسها well behaved زي ما قلنا. طيب عكسها يعني كلمة naughty بتساوي badly. اوعى تقول bad، badly behaved. ما هو الظرف عكسه ظرف. رود يعني سيء الخلق، امبولايت يعني غير مؤدب، وكرول يعني قاسي. طب ما هو مستر نوتي مش معناها امبولايت، لا نوتي شقي بيتحرك كتير بيلعب كتير في المكان، لكن رود يعني سيء الخلق. خلصنا كده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحاول نضرب فيه الجزئيه بتاعت القواعد دي. هم مش كتير حتى انا كنت مطلعهم قدامي، بس لا هم كتار بصراحه. هم عندك على البريزنت بيرفكت المضارع التام في 37 جمله، على الماضي البسيط في 25، وعلى الباست كونتينوس لا هم كتار، هم كتار. فالجرامر ممكن نقسمه مرتين اتنين. ما تنساش دعمك لينا ده عربون استمرار بينا، واتمنى ان انتوا تفضلوا محفزيني كده واكمل معاكم لحد ما اخلص الكتاب. يلا السلام عليكم، نلتقي في الفيديو التالت.